بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. حياكم الله، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم، وأن يجعلنا بعد هذا المجلس خيرا مما قبله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى عنك. التكليف الأول، ما الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي؟ الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي، الفرق الأساسي إنه الحديث النبوي اللفظ والمعنى من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. في حاجة اسمها اللفظ وحاجة اسمها المعنى. إيه اللفظ وإيه المعنى؟ لما بقول مثلا كلمة جبل، اللفظ هو الجيم والباء واللام، المعنى ما يرد على الذهن عند نطق هذا اللفظ. إيه اللي بيجي على دماغك لما بقول كلمة جبل؟ الحاجة العالية، التراب الكتير قوي دوت اللي بيبقى إيه موجود في صحراء في أي مكان. طيب لو قلت بقى جمل، هل بيجي على ذهنك نفس المعنى مع أن الألفاظ متقاربة؟ نيجي على ذهنك ايه؟ هذا الحيوان الأليف الذي نأكله. ماشي؟ طيب يبقى اذا في اللفظ وفي المعنى. الحديث النبوي لفظه يعني التعبير عنه، ومعناه يعني المعاني التي وردت على ذهن الرسول صلى الله عليه وسلم. لفظه ومعناه منين؟ من عند الرسول. يعني ايه من عند الرسول؟ يعني ايه من عند الرسول؟ يعني بدون واسط، يعني جبريل غير موجود. يعني معناه مما زي ما يقول الإمام الشافعي مما فهمه من القرآن أو مما جاءه إلهاما. اللفظ والمعنى من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث القدسي اللفظ منين؟ تعبير من عند مين؟ من عند الرسول. المعنى من عند الله سبحانه وتعالى، معنى من عند الله سبحانه وتعالى، مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى لا شك. لا في فرق ولو في الشك. الحديث النبوي فيه قال رسول الله مباشرة، الرسول يتحدث مباشرة، لكن في الحديث القدسي الرسول بيقول لنا احنا قال الله تعالى. ده الفرق، بالإضافة للفرق اللي هم ذكروا ده. هو من ناحية العملية ما فيش فرق، لأنه الرسول أيضا يوحى إليه وما ينطق عن الهوى، فهي المعاني أيضا التي تأتي على ذهن الرسول صلى الله عليه وسلم هي وحي أيضا. لكن السؤال الأهم كان يجب أن يكون ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي؟ فرق من جهة الوحي، فرق من جهة الرواية، فرق من جهة الإعجاز، فرق من جهة الرواية بالمعنى. من جهة الوحي القرآن لا يكون إلا بوحي ظاهر، القرآن لا يكون إلا بوحي ظاهر. يعني إيه وحي ظاهر؟ وحي ظاهر يعني جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده وحي ظاهر، ويظهر هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يوحى إليه كان في علامات معينة بيعرفها الصحابة. الآن يوحى إليه كان وجهه تفصد عرقا، وكان جسده يثقل حتى إن الدابة لا تستطيع حمله، إنا سنلقي عليك قولا قيلا، وكان يسمع بجوار أذنيه صوت كصوت الجرس. ده وحي إيه؟ القرآن لا يأتي إلا بوحي ظاهر. الحديث القدسي قد يكون وحي ظاهر أو خفي. إيه الوحي الخفي؟ إلهام أو منام. منامات الأنبياء وحي، إني أرى في المنام أني أذبح، فمنامات الأنبياء ورؤاهم صادق. أنا وإنت ممكن نشوف أي حاجة، قد تكون صادقة وقد تكون من عمل الشيطان، لكن منامات الأنبياء وحي. فالمعنى قد يأتي للنبي بوحي ظاهر ثم يعبر عنه، وقد يأتي للنبي
الوحي الخفي بالهم والاتصال. من جهة الرواية القرآن متواتر لا يكون إلا متواترا، فحديث القدسي قد يكون متواترا وقد يكون أحادا، يجري عليه ما يجري على الأحاديث، ممكن يكون متواتر ممكن يكون أحاد. طيب من جهة الإعجاز القرآن معجز يتحدى به، الحديث المتواتر غير معجز فلا متحدى به. الله تحداهم أن يأتوا مثل القرآن لكنه لم يتحداهم أن يأتوا مثل حديث القدس. طيب من جهة الرواية بالمعنى القرآن لا يجوز روايته بالمعنى، لازم تحفظ القرآن زي ما هو كما نطقه الرسول، الحديث القدسي يجوز يجري عليه ما يجري على سائر السنة النبوية. واضح يا شباب؟ دي الفروق الأربعة بين القرآن والحديث القدسي. طيب احنا أخذنا إلى الآن دليلين من أدلة الأحكام، ما أدلة الأحكام أو الأدلة الإجمالية. إيه هي الأدلة الإجمالية؟ أصلية وفرعية وتابعة. أصلية هي القرآن والسنة، نعم القياس والتابعة. طيب كلها اسمها يا شباب أدلة، واحدها دليل. وما هو الدليل؟ ناس كتير أوي تقول لك ما الدليل، تقول له الاستصحاب، يقول لك إيه ده، ما الدليل، تقول له الإجماع، يقول لك لا 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 مش ده، هو ده دليل. دليله هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. فإحنا النهاردة بنتكلم في دليل اسمه إيه الدليل ده؟ الإجماع. لكن هذا الدليل ليس دليلا أصليا، لكنه يعتمد في حجيته على دليل آخر أقوى أو على دليل آخر وهو القرآن والسنة. فالإجماع دليل، قياس دليل، عمل المدينة دليل عند المالكية، قول الصحابي دليل عند الأحناف، وهكذا. فالدليل مش زي ما يروج بين الناس لازم تقول لي إيه حديث قال رسول الله أو قال الله تعالى، نعم هذا دليل لكنه ليس هو الدليل بالمعنى الأصولي. فالدليل بالمعنى الأصولي هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. إيه هو المطلوب الخبري؟ اللي هو الحكم. يعني أنت بعد ما تشوف كده في الأدلة سواء استخدمت القياس أو الإجماع أو الاستصحاب أو شفت قول الصحابي، بعد ما تشوف الكلام ده كده بتخرج بحاجة مطلوب خبري بحكم. هذا الحكم اسمه خبر لأنه يحتمل الصدق والكذب. طيب وقفنا عند الإجماع. ما هو الإجماع؟ الإجماع لغة العزم والتصميم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع النية قبل الليل فلا صيام له. يعني إيه يجمع؟ يعني يعزم، وهذا في صيام الإيه؟ في صيام الفرض. النبي يقول لنا إنه في صيام الفرض في رمضان لازم النية تكون قبل الفجر، ينفعش أصحى من النوم أنا مش عارف أصوم ولا لأ. في الفرض لا يجوز هذا الكلام، في النفل ممكن. يبقى من لم يجمع، إيه معنى يجمع هنا؟ يعزم ويصمم قبل الفجر. طيب والإجماع أيضا يأتي بمعنى الاتفاق، مطلق الاتفاق، مطلق الاتفاق، أي اتفاق على أي أمر من الأمور ممكن في اللغة. خد بالك معايا المعنى اللغوي عادة ما بيكون واسع، فضفاض واسع يحتمل معاني كثيرة. الاصطلاح يجي يحدده، يختار معنى من هذه المعاني ويزيد عليه قيودا وشروطا، ماشي كده؟ طيب مطلق الاتفاق أيضا يسمى إجماع. يقول الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، يعني اتفقوا على أمر. ده الإجماع في اللغة، يعني لو فتحنا أي معجم أو قاموس من قواميس اللغة هنلاقيهم بيقولوا هذا الكلام. طيب لما واحد أصولي بقى يقول لي أجمع العلماء على إيه بقى؟ الحاجات اللي احنا بحثناها أجمعوا على إيه يا شباب؟ على أن الصلاة واجبة، وأجمعوا على إيه كمان؟ وأجمعوا على وجوب الوضوء قبل الصلاة، وإيه كمان؟ وأن الأنبياء معصومون من الكبائر. أجمعوا على أن الماء قليلا أو كثيرا إذا سقطت فيه النجاسة فتغير ما بقاش اسمه مية، خلاص لا يجوز الطهارة ولا الوضوء به. أجمعوا على جواز المسح على الخفين. أجمعوا على تحريم الربا وحل البيع.
أجمعوا على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية. طيب لما بقى نسمع هذا الكلام من عالم في الشريعة معناه إيه الكلام دوت؟ معناه اتفقوا خلاص كده؟ لو المعنى اللغوي مش هيدينا المراد، لأنه ممكن أي اثنين ثلاثة يتفقوا على حاجة فنسميها في اللغة إجماع. لا، العالم الشرعي إذا قال أجمع العلماء على كذا فلها معنى محدد. ما هو هذا المعنى المحدد؟ هو المعنى الاصطلاحي. إيه هو المعنى الاصطلاحي؟ هو المعنى الذي اتفق عليه علماء الأصول. الاصطلاح يعني الاتفاق. الاصطلاح لغة الاتفاق. الاصطلاح اصطلاحا اتفاق مجموعة من المتخصصين على معنى من المعاني. شفتوا بقى العلم كده، مش قراية جرايد. فالعلماء اصطلحوا، يعني اصطلحوا يعني اتفقوا على معنى من المعاني، معنى محدد بإزاء لفظ محدد. فالإجماع عند الأصوليين غير الإجماع اللي موجود عند اللغويين. الأصوليين بقى الإجماع عندهم هو إيه؟ هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد وفاته أو على أمر من الأمور. اتفاق المجتهدين، اتفاق المجتهدين معناها أو يخرج لنا اتفاق المقلدين. يعني لو احنا كده قاعدين في هذه القاعة واتفقنا مع بعض كده، احنا كناس كبارات البلد دي مثلا، واتفقنا انه مفيش ترجم، ينفع حد يقول والله اجمع الناس او اجمع مش عارف كده اي حاجة على ان صلاة الجمعة خلاص الحمد لله ربنا خلصنا منها؟ ليه؟ لان كلنا مقلدين، اجمعنا والعدم سواء. زي بالضبط لما احنا كده نقعد مع بعض ونقعد نفتي في نظرية فيزيائية، ماشي تكلموا براحتكم مفيش مشكلة خالص، لكن كلامكم والعدم عند المتخصصين سواء، يعني اهري براحتك. فاذا اتفاق غير المجتهدين غير معتبر. فلو افترضنا ان الامة كلها اتفقت على حل الربا لكن علماء الامة ما زالوا متمسكين ان الربا حرام، يبقى ايه؟ يعني هل هذا يجعل الربا حلالا؟ ابدا. طيب لما نقول ايضا اتفاق المجتهدين ماذا يعني؟ يعني كل المجتهدين، كل الموصوفين بصفة الاجتهاد. فلو اتفق بعض المجتهدين او المجتهدين في بلد دون غيرهم لا يعتبر اجماعا، يعتبرش اجماع شرعا، يعتبر بقى رأيهم هم، لكن ما ياخدش قوة الاجماع. الاجماع له قوة، إجماع قطعي ملزم لا يجوز تجاوزه، فلا يأخذ قوة الإجماع باتفاقهم هم، لكن إجماع ملزم للأمة لا يجوز خرقه. ما هو الإجماع فيه ليه أحكام، إذا أجمعت الأمة المجتهدين يعني من الأمة على أمر مهما بلغت أنا من درجة الاجتهاد حتى لو ادعيت أني أعلم من الشافعي، العلماء قالوا كده الإجماع خلاص أنا عندي حدود منها ألا أخالف الإجماع، فاجتهادي محدود بماذا؟ بعدم مخالفة الإجماع. يبقى إذن لما نقول اتفاق المجتهدين يعني بعض المجتهدين ما يبقاش اسمه إجماع. فلو اتفق علماء مصر مثلا على أي أمر من الأمور، هل يصير اتفاق كل علماء مصر المجتهدين اللي بلغوا مرتبة الاجتهاد هل يصير حكما شرعيا ملزما للأمة جميعا؟ لا يصير، لا يأخذ حكم أو قوة الإجماع الذي نتحدث عنه اللي هو الدليل الذي يأتي مباشرة بعد القرآن السنة. واضح؟ يبقى هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاجتماع المجتهدين أو من بلغوا مرتبة العلم في أي تخصص من التخصصات ولو في علوم الشريعة من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يعتد به. طيب على أمر من الأمور أو على حكم شرعي، على حكم شرعي موجود في بعض الكتب وعلى أمر من الأمور موجودة في بعض الكتب. على حكم شرعي يعني الأحكام الفقهية بس، بعضهم وسع الدائرة شوية وقال على أي أمر من الأمور، يعني لو مسألة لغوية تأخذ حكم الإجماع، لو مسألة عادية خلاص تأخذ حكم الإجماع، لو تفسير آية خلاص تأخذ حكم الإجماع. لكن كثير من الكتب تقف عند حد الإيه؟ الأحكام الإيه العملية. لكن في نفس الوقت في كل هذه العلوم لها إجماعات، يعني في إجماع أهل التفسير معتبر أيضا، إجماع الفقهاء معتبر في محله. واضح يا شباب؟ بعد وفاة النبي، ليه قلنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه في حياة النبي ما فيش حد يتكلم والنبي موجود، لكن ليه احتاجنا
لهذا الكلام بعد وفاة النبي؟ لأنه في حياة النبي ما فيش حاجة اسمها أصلا مجتهدين، صاحب الشرع نفسه موجود صلى الله عليه وسلم، فما فيش حاجة اسمها مجتهدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أصبح في مقلد وفي مجتهد، اتفاق المجتهدين بعد وفاة النبي أصبح حكم شرعي. طب منين بقى الكلام دوت؟ لأنه بعض الناس بيفهموا الإجماع على أنه نوع من الكهنوت. يعني إيه الفقهاء هيشرعوا لنا؟ طب يفرض الفقهاء دول الضال، هم إنهم وصلوا مرتبة الاجتهاد لكنهم غير معصومين، يفرض إن هم ضال وكلهم اتفقوا على حاجة حرام، يبقى إحنا كده اللي يشرع لنا آباء الإسلام على غرار آباء الكنيسة يعني، ويغيروا في الشرع زي ما هم عايزين؟ لا لا. ليه؟ لسببين. السبب الأول أن هذا لا يقع بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الحق موجود أبدا، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، الحق لا يختفي أبدا ولا يتصور أبدا شرعا، لكن عادة ممكن، لكن الشرع مانع. الشرع قال مستحيل هذه الأمة تجتمع على خطأ، ممكن بعض المجتهدين يضل، بعض المفتين يبقى عالم سلطان، بعض العلماء يبقى خايف، بعض العلماء يبقى أي حاجة ينسى، لكن كلهم لا يقع ولا يحدث. الله سبحانه وتعالى إكراما لهذه الأمة ضمن لها هذا، وده هيجي عندنا في أدلة الإجماع. الأمر الثاني دي بنقول لا هذا لا يكون. الأمر الثاني أن الإجماع لا بد له من مستند. إجماع لا بد له من إيه؟ مستند. يعني إيه مستند؟ يعني ما ينفعش يجيبوا أي كلام من مخهم ويقعدوا يتفقوا عليه. فهم بيسألوا بعض أنت جبت الكلام ده منين؟ إيه المأخذ الشرعي ليه؟ إيه الآية اللي أنت اعتمدت عليها؟ إيه الحديث؟ وهكذا. واضح يا شباب؟ فالإجماع لا بد له من مستند، لأن إحنا أول درس بنتعلمه أن العلماء مش مشرعين، علماءنا مش مشرعين، علماءنا يبلغون عن الله، لأن المشرع هو الله، الحاكم هو الله. ده أول درس بناخده في الأصول، لكن طبعا إحنا بدأناش بيه. ماشي يا شباب؟ فالعلماء لا يشرعون من عند أنفسهم. بنقول اتفاق المجتهدين. من هو المجتهد؟ قال لك المجتهد هو من قامت فيه ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. ده المجتهد. واحد عنده ملكة معينة أصبح بناء على هذه الملكة مهيئا لاستنباط الحكم الشرعي، زي الدكتور كده بالضبط. الشاطر، الدكتور الشاطر أول ما يشوفك من بعيد يقول لك أنت وش هتصفر، روح يعمل تحليل كذا، أصبح عنده إيه؟ ملكة. هي دي. طب إزاي بتيجي الملكة دي؟ بالعلم، بالممارسة، بالسنوات الطويلة. والمجتهد هو من قامت فيه ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. طب إزاي تيجي الملكة؟ بتيجي زي ما قلنا بالعلم، بالممارسة، بالخبرة. يبقى الواحد كده عنده ملكة، شغال لوحده من غير إيه؟ من غير ما يعمل كثير نظر. الموضوع أصبح خلاص اختلط بكيانه، وأصبح مباشرة خلاص بقى دي شخصيته. عشان يصل الإنسان لهذه الدرجة قالوا بقى حاجة اسمها شروط المجتهد. عشان يوصل لدرجة أنه يبقى عنده الملكة دي عملوا حاجة اسمها شروط المجتهد. شروط كثيرة جدا هنتكلم عليها في فصل الاجتهاد والتقليد. أيضا المجتهدين بيسموهم أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد. احنا قلنا الشروط عندنا هي ست شروط، احنا لخصناهم لحضراتكم. الشرط الاول اتفاق غير المجتهدين لا يعتد به، مش كده؟ الشرط الاول. الشرط الثاني اتفاق بعض المجتهدين لا يعتد به، يعني لا يسمى اجماع شرعي اللي هو اللي احنا بنتكلم عنه، فلازم يجتمعوا جميعا. وفي رأي بيقول انه لا تضر مخالفة الواحد والاثنين، ده رأي، ده رأي. لكن الذي عليه جمهور العلماء انه لابد من اتفاق المجتهدين جميعا. الشرط الثالث برضو قلناه، وهو انه لو اتفق مجتهدين غير مسلمين، واحد تخيلنا كان واحد درس الفقه غير مسلم باعتباره حاجة قانون جميل وحاجات فيها علم وفيها هذا، ووصل لدرجة الاجتهاد، تكمل شروط الاجتهاد، لكنه غير مسلم، لا يعتد به بوجوده ضمن اهل الايه؟ اهل الاجماع. الشرط الرابع يجب أن يتحقق الاجتماع في عصر معين، اجتماع له عصر معين. وعشان يسمى إجماع، عشان يسمى إجماع لابد من انقضاء العصر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو افترضنا أن في مسألة الآن زي تأجير الأرحام عرضت على علماء العصر، عارفين تأجير الأرحام مش كده؟
تأجيل الأرحام باختصار هو إنه واحدة عايزة تحافظ على جمالها ورشاقتها وكده، فبدل ما هي تحمل وجسمها يترهل وحاجات زي كده، أو حتى لو عندها مرض، في حاجة اسمها أن يتم زرع البويضة المخصبة بالحيوان المنوي خارج الرحم، ثم توضع في رحم آخر. الرحم الآخر ده أصبح مجرد وعاء، بيئة مهيئة للنمو، لكن في الحقيقة هذه الأم الأخرى أو هذه المرأة الأخرى أو هذا الرحم الآخر ملوش علاقة بالطفل خالص، هو مجرد صندوق أو وعاء. العلماء أجمعوا أو قالوا إنه لا يجوز. طيب لو افترضنا إن كل العلماء قالوا لا يجوز في عصرنا ده، وما زالت المسألة قائمة، والعلماء اللي قالوا لا يجوز ما زالوا أحياء، هل يسمى إجماع؟ لا يسمى إجماع. ليه؟ لأنه الاجتهاد يتغير. ممكن العالم النهاردة قال لا يجوز، وبعدين ظهر له في المسألة دليل فغير اجتهاده. هل معنى كده أن احنا هنقول يجوز؟ لا، هنقول أنه ما أصبحش إجماع، فتنزل مرتبة الإيه؟ مرتبة الإيه؟ مرتبة الحكم. إذن لابد من انقضاء العصر. يعني انقضاء العصر يعني كل المجتهدين اللي اتفقوا كلهم يموتوا، واضح كده؟ إذا ماتوا واتفقوا على هذا خلاص لا يجوز لمن بعدهم أن يقول بخلاف قولهم، واضح؟ أصبح ملزم لمن يأتي بعده. جدت الأمر دليل زي ما قلت، إذا جد أمر آخر هيصبح كده اجتهاده غير منافي لما أجمعوا عليه، لأنه بيتكلم عن حاجة غير اللي هم أجمعوا عليه. هم لما يجمعوا بيقول لك في هذه الصورة بهذا الشكل، إذا هو ظهر له شيء آخر فبين التصور عند هؤلاء العلماء كان في حاجة مختلفة، يبقى هو كده لم ينقض الإجماع في الحقيقة ولكنه يتحدث في مسألة أخرى. طيب الشرط الخامس أن يكون الاتفاق على حكم شرعي، ودي قلنا فيها برضو خلاف في بعض الناس، أو حكم شرعي أو حكم لغوي أو حكم يعني عقلي إلى آخره. الشرط السادس أن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حجية الإجماع، ابن أولى جماعة أنه الإجماع اتفاق العلماء حجة من الحجج في دين الله سبحانه وتعالى. جبناها منين؟ احنا قلنا أنه الإجماع والقياس دليل إيه؟ فرعي، يعني يعتمد في حجيته على الوحي، على القرآن والسنة. أدلة الإجماع أو من أين نأخذ حجية الإجماع؟ يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. دي واضحة، حد هنا واضح جدا، طاعة الرسول، الجزء ده كده بيتكلم عن طاعة الرسول السنة. طيب ثم قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، حاجتين اهو، الواو تدل على المغايرة، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني المؤمنين لهم طريقة، لهم سبيل، لهم منهج، لهم أسلوب، لهم فكر، لهم رأي. ويتبع غير سبيل المؤمنين اللي يحصل نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. طيب ماذا نفهم من هذه الآية؟ أن اتباع الرسول واجب، وأن اتباع سبيل المؤمنين واجب، واضح؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تجتمع أمتي على خطأ ولا تجتمع أمتي على ضلالة. فالأمة معصومة، الأمة معصومة، يعني إيه معصومة؟ يعني لا تجتمع كلها، يعني لا يختفي منها الحق، يعني الحق لازم يكون موجود، يفضل موجود، حجة من حجج الله على الناس. فهذا الحكم بيقولوا إيه؟ للمجموع لا للجميع. يعني إيه للمجموع لا للجميع؟ يعني كل فرد فرد فينا مش معصوم، لكن الجميع معصوم، الجميع معصوم، واضح يا جماعة؟ طيب فهذا حكم للمجموع لا للجميع، فالأمة معصومة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، هذا هو الدين الخاتم، فيستحيل أن يحرف لأنه محفوظ. وهذا الحفظ شقين، حفظ في اللفظ تكفل به أو تكفلت به علوم التجويد والقراءات، وحفظ في المعنى، لأن اللفظ ممكن يكون موجود لكن الناس بتفهم العكس، تكفل به علم أصول الفقه. فالإسلام محفوظ، يعني الحق دائما وأبدا موجود. منين؟ إيه اللي خلى كده؟ إيه اللي عمل كده؟ الله تكفل بهذا،
الله تكفل بهذا أن الحق لا بد أن يظل موجودا إلى قيام الساعة ولو في فرض، وهو إن شاء الله أكثر من هذا بكثير، فالحق لا يختفي. واضح يا شباب؟ لذلك بنقول لكم حقائق الأشياء ثابتة. يعني الأمة كلها ما تتفقش على ضلالة، لكن ممكن بعضها يضل، وبالتالي إذا كانت الأمة لا تجتمع على خطأ فيستحيل أن يتفق المجتهدون جميعا وهم حجج الله على خلقه. العلماء ورثت مين؟ العلماء قالوا كده، لا بد من قائم لله بالحجة، لازم كده يكون في حد يكون حجة على العباد. مين دولت؟ المجتهدون. العلماء ورثت الأنبياء، وعلماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. فالمجتهدون بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجتمعون على خطأ ولا على ضلالة. بعضهم ممكن يضل، نعم، لأنهم بأفرادهم غير معصومين، لكنهم يستحيل أن يتفقوا كلهم على الضلال. لازم كده يطلع لهم واحد في النص كده يقول لهم لا مش كده، ليس هذا دين محمد، لازم كده. واضح يا شباب؟ طيب، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لكن لو الحق أصبح كثير مفيش مشكلة، نحن لا نعرف الحق بالأكثرية ولا الأقلية. في الحقيقة الحق قائم بذاته، الحق قائم بذاته. إذا عرفت الحق خلاص يعرف أهله، يعرف الحق تعرف أهله. إزاي نعرف الحق؟ بطرق الوصول للحق، مش بالناس، مش بالعدد، مش بالبلد، مش بالشكل. إحنا مؤهلين نعرف طبعا، مش أنت مكلف؟ أنت مؤهل، الله أعطاك الملكة، الله أعطاك الاستعداد. أحيانا الحق بيستلزم العلم بالقواعد الشرعية والعلم بال... لا، الحق أبسط من هذا، وإلا ما يبقاش حجة. أبسط من هذا، الحق أبلج والباطل لجلج، يقولوا كده. واضح، هتلاقي نفسك كده لوحدك عارف الحق. طيب، يبقى دي حجية الإجماع. حجية الإجماع ترجع إلى القرآن وإلى السنة النبوية. الإجماع بينقسم إلى نوعين، إجماع صريح وإجماع سكوتي. إجماع صريح وإجماع سكوتي. ما معنى الإجماع الصريح؟ تفضل اقرأ يا أستاذ تامر. الإجماع الصريح ومعناه أن المجتهدين يبدون آراءهم صراحة ثم يجمعون على رأي، كما لو عرضت المسألة على المجتهدين وهم مجتمعون في مكان واحد وأبدى كل واحد رأيه ثم اتفقوا على رأي واحد، أو أن المسألة عرضت عليهم واحدا واحدا وهم متفرقون واتفقت آراؤهم فيها على رأي واحد. يعني كلموا، صرحوا برأيهم، عشان كده سموه إجماع إيه؟ صريح. طيب، ده النوع الأول وهو حجة قطعية، ده أقوى أنواع الإجماع وهو الصورة المثالية للإجماع، ماشي كده؟ طيب، النوع الثاني تفضل. ثانيا الإجماع السكوتي، وهو أن يبدي المجتهد رأيه في مسألة ويعرف هذا الرأي ويشتهر ويبلغ الآخرين فيسكت ولا ينكروه صراحة ولا يوافق عليه صراحة، مع عدم المانع من إبداء الرأي بأن تمضي مدة كافية للنظر في المسألة. يعني مسألة مستحدثة زي مسألة مثلا تأجير الأرحام عرضت على الناس، طبعا المجتهد أو العالم لا يتحدث بما يبدو له كده، يبحث المسألة يتصورها الأول كويس وبعدين ينظر في الأدلة الشرعية ثم يبدي بعد ذلك للناس ما وفقه الله إليه من اجتهاد، فكلهم سكت، واحد أو اثنين أبدوا آراءهم، اللي سكت مفيش حاجة مخوفة إنه هو يبدي رأيه. احنا قلنا قبل كده إنه إقرار الرسول سنة، إن الرسول وظيفته التشريع، والعلماء دول برضو وظيفتهم البيان والبلاغ، لكنهم مش زي الرسول. ممكن العالم من دول يبقى خايف يبدي رأيه لأنه بشر كده ولا ايه؟ خايف اي سبب من الاسباب. ممكن يبقى في هذه المسألة ما وصلش لدرجة الاجتهاد، ان الاجتهاد زي ما قلنا يتجزأ، مش كده يا شباب؟ فهل ينسب لهم انهم وافقوا لانهم سكتوا؟ مسألة خلافية فيها قولين، تفضل. القول الأول، وقد اختلف العلماء في حكم هذا الإجماع ومدى اعتباره على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ليس بإجماع، وفضلا عن ذلك لا يعتبر حجة ظنية، ومن قال بهذا القول الشافعي والمالكية. وحجة هذا القول أنه لا ينسب لساكت قول،
إذ لا يجوز تقويله ما لم يقل. قاعدة لا ينسب لساكت قول. كلنا كده اتكلمنا في موضوع معين واختلفنا، او انتوا اتكلمتوا وانا ساكت لم ابدي رأيي لا بالموافقة ولا بالمخالفة، ما تقدرش انت تقول والله انا محسوب على الفريق ده او الفريق ده، ما تقدرش تقول ان انا موافقك ولا مخالفك. ليه؟ لاني ببساطة ما اتكلمش. ولا ينسب لساكت قول، لا تقولني ما لم اقل، قاعدة بسيطة وبديهية ومعقولة. طيب القول الثاني انه حجة قطعية لا تجوز مخالفتها، إذ هو كالإجماع الصريح وإن كان أقل منه قوة. الحنفية أو أكثر الحنفية والحنابلة قالوا هذا، قالوا إنه زي الصريح بالضبط. ليه زي الصريح؟ لأن العالم وظيفته البيان والبلاغ، ولازم يبلغ ويبين، وربنا أخذ عليهم العهد أو يعني الميثاق بأن يبلغوا الناس، فيجب عليهم أن يبلغوا دين الله، وإن كان في هذا إيذاء له، لأنه لا يسعهم السكوت وقت البيان. فهم افترضوا أن العلماء عندهم قدر كبير من المبادرة والكذا، فيجب عليهم أن يتكلموا، وإذا لم يتكلموا فهو موافق. واضح؟ ده قول أكثر الحنفية والحنابل. لكنه في نفس الوقت هم برضو ناس عقلاء، قالوا أنه ليس في نفس درجة قوة الإجماع الصريح. يعني هو إجماع، لكن أيهما أقوى؟ إجماع الصريح. يعني إذا تعارض إجماع الصريح وإجماع السكوتي على فرض، على طول يقدم الأقوى. ماشي. القول الثالث، القول الثالث أنه ليس بإجماع ولكنه حجة ضمنية. يعني القول الثالث قالوا إيه؟ قالوا إحنا هنخرج من تحت اليافطة، من تحت اسم الإجماع، لكنه حجة. حجة، هذه حجة ضمنية، بمعنى أنه أيضا هؤلاء العلماء الذين تكلموا لسبب، عندهم أدلة وإلا نقف عليها نحن. العلماء الذين سكتوا يحتمل أنهم يكونوا موافقين، يحتمل ولا يحتمل؟ يحتمل. واضح؟ فقالوا إحنا هنعتبر أنه ده حجة ظنية، يعني ليست قطعية. وحجة هذا الرأي، تفضل. وحجة هذا الرأي أن حقيقة الإجماع الاتفاق من الجميع حقيقة لا حدثا. لا حدثا، إيه هو الحدث؟ بالسين. إيه هو الحدث؟ شيء يحدث في النفس يكون قويا بدرجة لا تستطيع دفعها، وفي نفس الوقت قد لا تستطيع التعبير عنه، لا اللي يسمونه إيه؟ الحدث. طبعا التعريف ده انا اللي مألفه، ما عرفتوش حاجه. ماشي. طب وهذا لم يتحقق في الاجماع، لان السكوت مهما قيل فيه دلالته على الموافقه فلن يكون كالصريح في الدلاله على الموافقه، فلا يعتبر اجماعا. يبقى عندنا الان ثلاث مذاهب في مساله الاجماع السكوتي. اذا اتكلم بعض المجتهدين وبعض سكت، قول الاول لا ينسب لساكت قول، وهو قول من؟ الشافعي والمالكية. القول الثاني أنه يعتبر حجة ظنية دون القطعية، وهو قول حنابلة وأكثر حنفية. القول الثالث أنه مش هنسميه إجماع لكنه حجة ظنية. القول الراجح، القول الراجح الواقع أن المطلوب لتحقق الإجماع هو تحقق الموافقة على الرأي من الجميع، وتحقق الموافقة كما يتم بطريق صريح يكون بطريق الدلالة، فلا نرى حصر تحقق الموافقة بالتصريح فقط، لأن السكوت يصلح أن يكون طريقا للدلالة على الموافقة متى ما قامت القرينة على ذلك. ملحوظة بين قوسين، كوشن بوكس، المؤلف حنفي. ماشي. المؤلف حنفي المذهب، عمل إيه يعني؟ أرجح مذهب. هو أي حد ممكن يرجح مذهبه؟ يعني الشافعي يرجح الشافعي؟ مش لا، مش شرط. هو الدكتور كريم زيدان زي ما أخونا قال، هو بحسب ما يبدو له من قوة الأدلة وتعارضها، وهو بصفته باحث في أصول الفقه ويعني بيكتب وله كتابات وكذا، فهو له نظر في بعض المسائل، قد يوافق مذهبه الأصلي وقد يخالفه، لكن بصفته حنفي غالبا غالبا لا يخرج عن المذهب الحنفي. إذا خرج يبقى ده الأقل وده الغريب، لأنه عقليته ركبت على 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 طريق معين زي القطر كده، ما يمشيش إلا إذا حطيته على الضوان، فهو بيمشي على طول على الضوان، يمشي في هذا الطريق ولا يتصور طريق آخر، ربي على هذا، فمخالفته بتستدعي يعني ايه اجتهاد، وبتستدعي نظر طويل، وبتستدعي كذا كذا، بتبقى غريبة، لكن الموافقة هي الطبيعية. طيب اتفضل.
أنا كان عندي سؤال، هو موضوع القول الراجح أو الراجح في الأمر، مين اللي بيرجح يعني؟ المجتهد، المجتهد هو الذي يرجح. يعني لو رحت عند واحد يعني حنفي أو حنبلي أو شافعي كله هيقول لي إن هو هذا هو الراجح عندنا، يعني كل واحد يبقى عنده حاجة راجحة تانية. ما هو كده، أمال في مذاهب ليه؟ يعني هل أنا مثلا أعتقد إن المذهب الحنفي أو المذهب الحنبلي هو الراجح وبعدين أقلد المذهب الشافعي؟ ده حتى راجل عيب. حتى في التلفيق بين المذاهب، لما قالوا مثلا لو واحد شافعي حب يقلد الأحناف في مسألة من المسائل، قالوا شروط التلفيق، قالوا إيه؟ رجحان المقلد يعتقد، رجحان المقلد يعتقد. يعني علشان تقلد مذهب غير مذهبك لازم يكون عندك اعتقاد أو يقين أو رأي أو أيا كان إنه هذا هو الأرجح، مش مجرد الهوى. رجحان المقلد يعتقد، يعني لازم تعتقد وإلا تكون عابدا لهواك. الاعتقاد هنا يطلق على إيه؟ غالب الظن، لأنه مقلد، فاعتقاد يليق بحاله. جمهور العلماء لا يعتد به إلا المجتهد أيضا. أنت كمقلد لديك لا في جمهور ولا في غيره، لأن أنت لما تروح تكشف عند الطبيب ما بتسألوش إيه رأي جمهور الأطباء، مش كده؟ نفس الكلام، أنت بتثق في هذا الطبيب إنه طبيب شاطر فهيشخص دواءك صح، فبتروح وبتاخد الدواء بتاعك من الصيدلية طبقا لما كتبه لك وخلاص. ما لكيش علاقة انت بجمهور او لا يفهم لا طبعا لا يفهم. الأمة متفقة على أن المذاهب الأربعة كلها صحيحة، لا تجد أبدا شافعي ينكر على حنفي أو حنبلي ولا العكس، بالعكس بالعكس، ده كانوا في غاية الأدب. الإمام الشافعي كان يرى أن القنوت في الفجر سنة، لما راح عشان يزور قبر سيدنا الإمام أبو حنيفة لما صلى الفجر عنده ترك القنوط لأنه يعلم أن رأيه ظني بحسب ما وصله من الأدلة، ترك القنوط أدبا مع صاحب المقام، أدبا مع صاحب القبر. فما فيش حاجة اسمها التعصب المذهبي اللي الناس بيشغبوا بها على التمذهب كسلم تعليمي أو كمنهج ارتباط في الأمة، بيجيبوا حاجات من خيالاتهم أو حاجات شاذة ويعمموها. وقع بعض التعصب المذهبي، بعضه فهم على غير حقيقته وبعضه وقع من الجهال. لكن لما يبقى عندنا طبيب بليد ووصف لواحد دواء خطأ، هل نقول ان الاطباء خلاص مش هنثق في علم الطب؟ مفيش حد يقول كده في الدنيا كلها. اتفضل. قول الجمهور عبارة عن الجمهور هم المذاهب الثلاثة، يعني احنا عندنا اربعة مش كده، ثلاثة منهم يبقى اسمهم الجمهور، وغالبا بتطلق على لانه يعني طبقا للواقع الجمهور هم غير الاحناف، لان الاحناف في الغالب برضو عندهم منهج فكري مش تماما يعني عشان في عندنا هنا احناف ومش عايزين نزعلهم. طيب نكمل. اختلاف المجتهدين في مساله على قولين. اذا افترضنا ان المجتهدين جميعا اختلفوا في مساله، بعضهم قال قولا محددا والبعض الآخر قال قول آخر، فانحصرت الأقوال في قولين، هل يجوز لواحد بقى جه بعده في عصر آخر انه يقول انه في إجماع على أن الأقوال في هذه المسألة منحصرة في قولين بحيث لا نستطيع إحداث قول ثالث؟ يعني أنا لو مجتهد ما ينفعش أختار غير واحد من الاثنين دول ولا لا يجوز؟ هنشوف. اختلاف المجتهدين في مسألة على قولين. إذا اختلف المجتهدون في عصر من العصور في مسألة على قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث في المسألة أم لا يجوز؟ ذهب الأكثرون إلى المنع، وقال البعض بالجواز، واختار فريق التفصيل وهناك البيان. وهاك البيان. هي عندي هناك برضو بس ما تمشيش. وهاك البيان. القول الأول المنع من إحداث قول ثالث، لأن حصر الاختلاف في قولين إجماع ضمني أو إجماع مركب كما يسمونه، على ألا قولا على ألا قول آخر في المسألة، فيكون القول برأي ثالث خرقا لإجماع قد تم، وهذا لا يجوز. شوفوا بقى اللي بيقول هذا القول بيتصور إيه؟ بيتصور إنه طالما هم اختلفوا على قولين اثنين في مسألة محددة فده كأنه اتفاق على أنه ما فيش قول ثالث. طيب الكلام ده مظبوط؟ شوف كده.
والواقع أن هذه الحجة ضعيفة، لأن الذي حصل هو عدم القول بالرأي الثالث، وعدم القول بالشيء لا يستلزم القول بعدم ذلك الشيء، إذ بينهما فرق واضح، فلا ينهض ما قالوه حجة لما ذهبوا إليه. يعني إيه؟ يعني ببساطة لا ينسب ساكت قول. طيب اثنين، القول الثاني الجواز مطلقا، والحجة لهذا القول أنه ما دام قد حصل اختلاف في مسألة بين المجتهدين فهذا دليل صافع على ألا إجماع في المسألة، لأن الإجماع اتفاق الجميع لا بعضهم، وحيث لم يحصل هذا الاتفاق فلا مانع من إحداث قول ثالث ورابع وأكثر، لأنه لا يحرق إجماعا. طيب ايه رأيكم في هذا الكلام؟ هذا الكلام ضعيف؟ هو الجواز، لأنه الجواز المطلق حينافي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال، بس هو كده مش إجماع أصلا، هو مش إجماع، أي حد هيقول أي حاجة. وبعدين البعض غير معصوم، فمنين جت الحجة؟ وهذه الحجة وإن كانت تبدو في ظاهرها قوية إلا أنها في حقيقتها ضعيفة، لأن الإجماع يمكن أن يتحقق بين المختلفين في بعض ما اختلفوا فيه، وهذا القدر المتفق عليه هو محل إجماعين، فلا يجوز مخالفة، ولذهول أصحاب هذا القول عن هذا المعنى وقعوا في خطأ التعميم بالجواز مطلقا. يعني دلوقتي المجتهدين مختلفين في جزء في كلامهم متفق عليه ضمنا ومصرح به كمان، فهو توهم أن كل الكلام يسري عليه ما يسري على هذا الجزء، فقال بالجواز مطلقا، لكن القول الثالث فيه مزيد نظر ومزيد تدقيق. تفضل. القول الثالث اختيار التفصيل وخلاصته، إذا كان بين المختلفين قدر مشترك اتفق عليه فلا يجوز إحداث قول ثالث يخالف هذا القدر المجمع عليه، لأنه يعد خرقا لإجماع طائر وهذا لا يجوز. أما إذا كان القول الثالث لا يصادف شيئا متفقا عليه بين المختلفين فيجوز إحداث قول آخر في المسألة لأنه لا يلاقي إجماعا في هذه الحالة. يبقى الآن هم مختلفين، يعني الموضوع عامل بالضبط زي دائرتين متقاطعتين، هذا رأي وهذا رأي، ده القول الثالث قال كده إن كل اختلاف بين رأيين في كده، في حاجة مشتركة بين الرأيين، هي دي بس محل الإجماع وليس كل ما قيل، واضح؟ وبالتالي يجوز إحداث قول ثالث إذا كان لا يكر على هذا المشترك القدر المشترك بالبطلان. طب إذا كان القول الثالث ملوش علاقة بالقدر ده في هذه الدائرة أو في هذا الجزء أو هذا يجوز، شايف التدقيق؟ الأمثلة هي، هنقول الأمثلة. هو وجود رأيين معناه في إجماع رأيين، هو كل واحد شايف رأيه بس. الكلام بقى هنا في النظر إلى الرأي الثالث، يعني أنت في مسألة فيها مثلا 50 رأي، المجتهدين لما سئلوا وبعضهم قال رأي محدد واحد قال رأي تاني، يتفضل عندنا كم من 50؟ 48. المسألة هنا كالآتي، هل يجوز بعد انقضاء عصرهم عصر المجتهدين دولة إن احنا ناخد رأي رقم 50 أو رقم 3، ولا هذا اتفاق ضمني على رفض الباقي؟ وقع الخلاف تاني، هل يجوز ان احنا نجيب رأي ثالث غيرهم؟ مفيش اجماع طبعا، طبعا ما حصلش اجماع لا شك، لكن هل ممكن نعتبر انه الحصر ده اللي حصل في رأيين اتنين من 50 ينفي وجود رأي ثالث؟ هل هم رفضوه لانهم مش موافقين، ولا رفضوه لانه ادلته لسه مش قويه، ولا رفضوه لانهم ما نظروش فيه؟ كل ده اللي بيفكروا فيه. بالمثال اتضح المقال، اصول الفقه يحتاج الى قدر من التجريب، واصول الفقه هو فلسفه المسلمين، اصول الفقه فلسفه لا يستطيعه كل احد، في ناس ما بتلاقيش نفسها في اصول الفقه، شايفه ان هي مسائل نظريه لا هتودي ولا هتجيب، ايه وجع الدماغ ده؟ خلاص انت يعني مش مشكله، انت يعني ايه، ربنا وزع المواهب والقدرات مفيش مشكله، ماشي. فمحتاج نوع من الصبر ونوع من التركيز. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.